السلام عليكم مرحبا، كيف صبحتوا؟ صبحتوا مزيانين. سبحان الله العظيم، والله العظيم لا سبحان الله العظيم القلق. سبحان الله من قديم قوة القلق، باش كتعرف من هذا المريض بالقلق هو ما كيجلس حتى في شي موضع، ما غير كيجري بام 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 جري 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 جري، باش تعرف من هذا المريض بالقلق والوسواس هو ما غير كيجري ما كيوقفش، جري 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 اجري 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 حتى تموت. تصور اخواتي دخلت الصباح جبر واحد السيده ولا السيده معلق لي على ثلاثه الفيديو في نفس الدقيقه، يعني ما عطانيش حتى دقيقه من وقته، ثلاثه الفيديو في نفس الدقيقه العاده وكريره، وما غتفرجش في الفيديو ديالي وبلا ما تدخل عباد الله دخلني في دقيقه ثلاثه الفيديو. رجعتيني انا النية الله، غادا نقول السيد تفرج لي ثلاثة د الفيديوز، بعد تقول لي كنعاونك وكنعمل لك التعاليق وكنعمل، وانا كنقول لك رزيتيني، وانا نرزيك وندخل ونتفرج لك عشرة د الفيديوز ونعمل لك نفس التعليق في دقيقة واحدة، ورزيتيني رزيتيني ورزيتي راسك، رزيتي القناة ديالي ورزيتي القناة ديالك، منا القلق منا مع القلق بشوية. لهذا كنقول لكم اخواتي لا يدخل شي فيديو شي واحد، سواء الفيديو ديالي او الفيديو شي واحد عنده قناه ما غاديش تفرجوا، غتدخلوا دقيقه باش تعملوا التعليق باش تبانوا انكم تفرجتوا له الفيديو. من الاحسن اخواتي ما تدخلوش، علاش؟ لان كتضروا في نفس الوقت القناه ديالكم وكتضروا القناه هذاك اللي دخلتوا وبينتوا له انكم تفرجتوا له الفيديو. لهذا بالاحسن عندك في العقل ديالك، في العقل الباطن، في العقل الحقيقي، في العقل المصيبة الكحلة، أنك غتفرج مغا دقيقة. من الأحسن قل للعقل ديالك أنني ما ندخلش عنده، ما نضرو، ما يضرني، ولهذا القنوات ديالكم ما غطلعش يا أخواتي اللي كيتفرج دقيقة أو لا جوج دقايق أو لا هاديك، إما تفرج المحتوى وتتابعه ويتابعك، أو لا نهائيا ما تدخلش عنده، ما يضرك ما تضرو. وكما لاحظتوا اخواتي انا نيت ما بقيتش كنتفرج فيديوز بزاف ديال الناس، لان اللي غتدخل عنده خصك تعمل مشاهده كامله، ولهذا نهار كامل غطرت جوجل 15 فيديو اولا هذيك، وحتى باقي الاخوه اللي كتكون مشترك معاهم راه جوج نهار اخر غتفرج لهم عاود حتى هما فيديو هذا. لهذا ما غتضروك وما غيضروك، وكنتمنى تكونوا صادقين مع بعضكم والصبر. كما كتشوفوا حنا الفيديو ديالنا كيعلقوا كما قالت خديجه الطوب، حنا محصورين ما غير في الناس اللي عندنا فقط، يعني ما كتجيناش مشاهده خارجيه ولا داخليه ولا بوزنباقيه، يعني محصورين في الناس اللي عندك، حتى يمكن توصل لك القناه ديالك شي 10K ولا هذيك عاد ممكن انه اليويو يبقى ينشر لك الفيديوز ديالك ويدخلوا الناس ما كتعرفهمش. ودابا حاليا اللي كنشوفوا في التعليق ما غير الناس اللي كتابعهم وكيتابعوا. لهذا اخواتي اللي كيشوف راسو ما يقدرش يتفرج الفيديو شي واحد بلاش ما يدخل له، بلا ما يعمل له تيك التعليق في الدقيقه الاولى ولا هذيك، من الاحسن ما يدخلش عنده نهائيا، ويبقى مشترك معاه اذا بغى، واذا ما بغاش ما يبقاش مشترك معاه، ما يبقاش مشترك معاه. المهم كنقول لكم كنبغيكم كاملين بكم، ورعزازين عليا كاملين بكم، وكنتمنى ما نكون كندور حتى شي واحد في القناه ديالو. وبالنسبه لهذاك الاخ اللي تواصل معايا في الاخضر وعمل ديك المصيبه الكحله، كنقول له من مدينه المضيق الله يهديك الله يهديك الله يهديك، يمكن انتينا ما نويتيش غتبقي الروينه ولكن بقيتي الروينه. وانا كنقول لك من مدينه المضيق الله يسامح دنيا واخره، ما غنعطو اتصال بعضنا، ما بقات حتى شي علاقه بيني وبينك، وما بقيش نيت نعرف هذاك الاسم هذاك، بحال اللي كرهتيني في ديك الاسم هذاك، نيت فيما كان شي اسم بحالو كنتذكر منه صافي الله يخلف. ولهذا كنقول لكم خلونا واحد شويه ديال الثقه اللي عندنا ببعضنا، خلو ما غير ديك شويه ديال الثقه اللي عندنا، حيت اصلا الثقه مفقوده. لهذا خلو شي حاجه الثقه تبقى كاينه، تصوروا انك تدخل وجبر التعليق ثلاثة د الفيديوز في دقيقة واحدة، يعني انا تفرجت لك ثلاثة د الفيديوز، ولكن كنقول لك من هنا من مدينة المضيق راه دريتيني في القناة ديالي، وانا ما ندخلش نضرك في القناة ديالك ونرد عليك بالمثل،
لا وما غنصحبش منك نهائيا، ونهار اخر ان شاء الله غنعطيك درس عاوتاني ندخل عندك ونعمل لك التعليق في الاول الفيديو، نعمل لك التعليق في الاخر الفيديو باش تاكد انني كندخل عندك صادق، ما كندخلش عندك باش نعمل لك الغش في القناه ديالك، ما عجبكش المحتوى ديالي ما تدخلش عندي ما تفرجش عندي. الله يعاوننا ويعاونك ويعاون كل واحد، وراكم عزاز بزاف بزاف. بالنسبة للإخوان كما كتعرفوا راه حنا كنوجدوا الفيديوهات من بعضنا وهذيك. بالنسبة للأخت ماما هنية راه عملت واحد الفيديو كان طرد ديالها من الشغل وهذيك، وأنا واخا نكون حاضر ما نعرفش حتى الموضوع على من كاين، يعني غنحضر وبقى وهذيك، ولكن كنكون في الخدمة يعني أنا متشارك وهذيك، ولكن ما كنعرفش. ولهذا كنقول لها أختي ليلى الله يعاونك الله يجيب لك التيسير، وهذا هو حل المغرب. انت ما عارفه خدمت 100 سنه في الاخر كاع عاود جبرتي شي تقاعد هيدا باش تخلص الزيت والسكر والكرا والماء والضو، راه ما يفيدك الوالو. هذا المغرب وهذا حالو، وحنا عارفين شكون اللي كيشبروا التقاعدات وشكون اللي كيبقاو مستمرين في الخدمه وما كيخدموش، راه معروف هذا الشيء هذا وبلا ما تناقشوا فيه. وتحيه للجميع، وكنشكر جميع المتتبعين ديالي كاملين واحد واحد واحد، وشكرا اختي بشرى للدعم ديالها للقنوات للناس اللي في الاحتياجات الخاصه، شكرا الاخت حفصه، شكرا بزاف نانا، كنتمنى ما نكون كنسى حتى شي واحد، وشكرا الاخت عائشه ما بقاش نساها، واعتذر من الاخت اللي في الرينكون اللي تسبب معاها المشكل وبقى في الطعن في الشرف، وهذاك راه انا ما كنطعمش الشرف حتى شي واحد، وراه كاملين عزازين عليا وكاملين كنبغيكم كاملين بحال النفس ديالي، يعني ما عنديش الفرق بين هذه وبين هذه، مادام تينا كاينه معايا في القناه ديالي، يعني اختي او الام ديالي او بنتي او على حسب السن ديالك، اما اختي ولا الام ديالي ولا هذيك، يعني ما نطعن لا في الشرف ديالك لا في غيرك. وهذاك الانسان ما غير مريض نفسانيا ودا بغى يتواصل معايا، راه كنعرف الاطباء نفسانيين بكثرتهم نقدر ننصحو شي واحد يمشي يعالج نفسه، باش كنتمنى تكون واحد الحاجه، واخا يكون واحد الانسان خبيث وهضر في هاد الناس ماشي مزيان، هو يكون انسان طيب وما يوصلش الهضره. مع ذلك ماشي كنشهد في راسي انني قلت شي هضره خايبه، وراه كنتمنى دائما كنعمل الحاضر انني نهضر شي واحد ولا هذيك، لان كنعرف مورا داك الشيء وكنعرف اصدقاء السوء، اصدقاء السوء راه اذا قلت له شي حاجه غيقول عقله اذا عمل داك الشيء ووصل الهضره راه غيطلع من الجنه، وما كيكونش كيعرف الردود ديال هذاك المشكل اللي عمل، يمكن يوقع يوصل للمخزن مشاكل وهذيك، هذه ما كيضربوا لها شي حساب. لهذا انا ديما نعمل في الافكار ديالي، ما كيعجبنيش نكبر الحاجه، سمعت من هنا كندخل من هنا ونخرج من هنا، واذا نجي نقولوا الهضور اللي كنسمعوا راه كاملين غنقربلوها مع بعضنا، وهذا ما يبقى يبغي هذا وهذا ما يبقى يحمل هذا. لهذا انا واخا يجي عندي هذا يقول لي هذاك السيد خايب يقول قل فيه، راه ما غنوصلوش. وحتى وهذاك اللي كان كيعرفني يجي يقول لي شني قال لك، راه ما غنقولوش، غنقول له قال فيك مال الخير باش ما نخلق حتى مشكل، باش في الاخر انا ما نكون سبب حتى فشي مشكل. وتحياتي للجميع، وكنقول لكم من مدينه المطير كنبغيكم كاملين، ما كرهتش نزغرت شي زغريطه ديال الجبل ديالنا، ولكن الحناجر اخواتي تهلكوني، وكنقول الحمد لله الحمد لله. اليومين وقعت لي واحد المهم واحد الحاجه كانت غتكون ماشي مزيانه بزاف، ولكن ربي يحفظ ليا بنيته ديالي، شي رضا الوالدين ولا شي دعوه ديال الاخوان، ولا حيت ما كنكون في اللايفات هي كطلع الهدايا وهذيك، الاخوان كيبقاو يدعوا معاها. لهذا ربي يحفظ لي بنيته ديالي، ما وقع لها واحد كانت غتوقع لها شي حاجه خايبه، ولكن كما كيقولوا راه الابناء كيكونوا الملائكه ديالو كيحفظوهم. الله يحفظكم ووليداتكم اخواتي، وكنتمنى ملي عنده الاولاد ما يتصاب ولادو حتى بشي حاجه، راه هذاكم هما العمر ديالنا وعليها عايشين وعليها كنكافحوا عليهم. وتحيه للجميع، كنقول لكم كنبغيكم بزاف، شكرا الاخت حفصه، شكرا الاخت خديجه الطب، شكرا احمد سميره، الكل كل 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 كل، وكنقول لكم كنبغيكم، ما كرهتش نصيفكم شي بوسه من عندي جميع الاخوان واللي كيتابعوني، ولكن كنخاف شي واحد عاود يطلع لنا شي تعليق يقول لك حرام ديك البوسه. تحياتي للجميع، كنبغيكم، شكرا شكرا بزاف.